هون أنا حبيت إني أخبر إنه مخابر الصحة العامة في وزارة الصحة أخبرتنا منذ تقريبا 10 دقائق عن ظهور حالة لإصابة بفيروس كورونا في سوريا، وهي أول إصابة تسجل في سوريا لفيروس كورونا. نعم. لذلك أحببت أن أخبركم في تسجيل هذه الحالة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الموضوع. نعم، هل هناك إجراءات أخرى يمكن أن تلجأ إليها الجهات المعنية عبر وزارة الصحة طبعا أو تحت إشرافها؟ هل هناك إجراءات مستقبلية يمكن النظر بها أو تم النظر بها من خلال الاجتماعات فيما يخص هذا الموضوع؟ تم اتخاذ إجراءات عديدة من خلال وزارة الصحة ومن خلال الحكومة بإجراء إغلاقات احترازية في جميع المفاصل كتوقيف المدارس والتعليم، بالإضافة إلى توقيف المطاعم. واليوم صدر بعض القرارات بالنسبة لموضوع شركات النقل وما شابه، لنقول أنه يجب دائما أن لا يكون هناك تجمعات حتى لا يكون هناك انتشار لهذا الفيروس، ونطلب من الإخوة المواطنين أن يكون هناك الحذر الواجب والبقاء في المنازل، وهي ضرورة ملحة. إضافة إلى ذلك، وهو الأهم في هذا الموضوع، أنه تم إيقاف موضوع الأراجيل المنتشرة على مساحة القطر، وهي التي تؤدي إلى انتقال هذا الفيروس وتنقص مناعة الإنسان فتزيد من الإصابات. نعم، سيادة الوزير، حبذا لو نأخذ معلومات عن الإصابة والمصاب أو هذه الحالة، في أي عمر؟ أيضا في أي مكان حصلت وكيف حصلت؟ الإصابة في أي هي محافظة مثلا؟ تفضل. الإصابة هي قادمة من الخارج، من خارج سوريا، والعمر يقارب 20 سنة. طبعا لا توجد لديها أي أعراض عندما دخلت إلى سوريا، ولكن بكونها قادمة من مكان فيه إصابات تم المتابعة من قبل فريق الأمراض السارية والمزمنة، وتم أخذ بطاقة وظهرت لديها الإصابة. نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور نزار يازجي وزير الصحة. أهلا.